لقد توصلنا بطلب المساندة من عند أحد الأشخاص الذي يقطن بدوار غريتا جماعة تروال إقليم وزان، والذي يعاني من عدم ربط منزله بالكهرباء ويستعمل أدوات بدائية لإنارة بيته. أنا الحرس محمد دوار كليتا جماعة تروال عمارة وزان، رقم البطاقة ديالي 65913، ساكن في الدار من 2010، وولدت فيها ثلاثة دراري، الأول عنده المستوى الخامس، والثاني عنده المستوى الثاني جوج، عندهم الثاني، والطالب الأول والثاني والثالث، ومن 2010 وأنا كنعاني، إلى 2020. وفي ما كنمشي كاز الرقص الاول والثاني والثالث، وتا واحد ما عطانا الحال. حنا باقي المدرم دابا لا تفازة لا ثلاجة، الدراري ما يراجعوا بسلاوس، ما عندهمش الطريقة باش يقراو، كل شيء من لا بالصفة ديال البوطو. الجامعة ما دارتنا حتى حاجة، اما الشمبينا اليوم غدا اليوم غدا، من 2010 وهادي 2020، راه هادشي عيب وهادشي عار. هادشي راني باغي بوطو، راه الجماعة خصها تخدم، الجماعة خصها تشوف المواطن، الجماعة خصها تخرج تشوف شنو كاين الناس فيها عايشة. راه الدراري فلاوس، راه الدراري عندو الخامس، والدراري عندهم التاني، وكيجو ما يجروش علاش يقراو، يقراو على الشمعة، كيجو من المدرسة كيخرجو من الدار، كيمشيو عند الناس، يكتبو عند الناس، ويتفرجو عند الناس، من سبب الله ما كاينش في الدار، وهادي 10 سنين. والدري كيراوني من الدار بيمشي عند الناس يحفظ عند الناس. انا راني باغي بوطو، باغي الضو، انا راني عييت بالصبار، فهمتي. انا الدري مازال تسعود الليل وما مازال برا، الثلاجة طافية، التلفازة طافية، كوزينة طافية، كلشي طافي، انا باغي الضو، والضو راه المطلوب ديالي، وانا من المجتمع راني كنقدم الصوت ديالي، كنقدم صوت للراقص باش يعطيني البوطو ونستافد بحالي بحال الناس. مابقاش يعني الثقة، وراني كنحمل المسؤولية ديال هاد الناس اللي كنصوتوا عليهم واللي كنقدموهم باش يخدموا لنا البلاد. ومن المؤسف حقا أننا على مشارف 2021 ولا زلنا نشاهد مثل هذه الأسر متدمرة لكون أنها لا تتوفر على الكهرباء بالمنزل. لذلك نطالب من جميع المتدخلين من الإقليم أن يسارعوا الزمن من أجل توفير لمثل هذه الأسر الكهرباء، وشكرا. ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد. أيام 24، عيونكم التي لا تنام.